عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله وعلى بركة الله وتوفيق مشاهدينا في كل مكان. الشوط الذي انطلق هو الشوط السادس، الشوط السادس والخاص بالجدان. مشاهدينا الاعزاء، المشتركات في صندوق الحلف، صندوق الصافي، صندوق الوافي باشراف حمد بن سعيد المدعافي. المركز الاول شعار السعدي، كلها ما شاء الله على بعضها حلوه. هنا مشاهدينا التقدم والانطلاق في هذه اللحظات مع مشكور لمبارك بن سالم بن راشد السعدي، هو الذي بدا ينطلق في هذه اللحظات بالمركز الاول. المركز الثاني، المركز الثاني الشاهين لمحمد بن بيات بن حمد بالسم البنصوري، النقلة في المركز الثالث، المركز الثالث ميسور لمحمد بن علي الشد المنصوري الذي يتقدم مشاهدينا بهذه الاجواء الجميلة وبهذه السلالات المميزة الكبيرة، سلالات مختبرية كلها ما شاء الله، يا سلام سلالات جبارية. نعود مع ايضا هناك ميسور الاخر لمحمد بن علي الشدي، الاداء جميل والانطلاقات مميزة، ولكن السعدي بالنقطة الثانية. الله عليك يا السعدي، الله عليك يا السعدي. نتقدم للمركز الأول، نتابع معكم الصدارة، نتابع معكم الأداء الجميل. هذا هو مشكور، وانت مشكور يا أبو سالم، مشكور يا أبو سالم على هذا الحلال الطيب، الحلال الذي يفرض نفسه في الميدان. مبارك بن سالم بن راشد السعدي هو الذي مشاهدينا ينطلق مع النقطة الثانية، مع النقطة الثانية. الله يا سلام يا سلام عليك يا السعدي على هذا الحلال الجميل المميز الكبير. هنا ابو سالم مبارك بن سالم بن راشد السعدي مع النقطة الثانية بدون منافس على الاطلاق. الله، والتوقيت في خطر، التوقيت في خطر والله، ما شاء الله تبارك الرحمن. دقيقتين وتسع 98، والمركز الثاني وصل مشاهدينا عمار محمد بن احمد العبيد المزروعي، والمركز الثالث هناك ايضا دخول من شاهين لمحمد بن بيات بالسم المنصوري، وكان اداء جميل يقدم لنا السعدي بدقيقتين وتسع 48، ما شاء الله على